كان عندي مشكلة هو عدم الانتصاب بصراحة. كان عندي ابن خالتي موجود عندي وقاعد يشرح مشكلته، فمتواصل معه مركز النقطة الموجود بإسطنبول. فحكيت مع ابن خالتي، قلت له شو الأسعار، شو شغلات، أعطاني الرقم وتواصلت مع المكتب، حددت مواعيد وإجيت شفت المواعيد. أول بداية مجرد فحوصات، بعد نتيجة الدكتور قال لي عندك انسداد بالأوعية الدموية ولذلك ما يكون عندك انتصاب. الحالة المشكلة صار لي سنتين أعاني من عدم الانتصاب نهائيا، حتى ما عندي انتصاب صباحي. تحاولت مع الدكتور، قلت له يعني ايش راح يصير يعني هذا، فقال لي ممكن تكون عمليه جهاز هيدروليكي نعمل لك اياها وشغله بسيطه. قلت له اوكي انا جاي على الموعد. اجيت على الموعد، من سوى الفحوصات طلعت الشغله ما تحتاج عمليه، كان مجرد تاخذ لك 12 جلسه. وحددنا الموعد بعد ما شرح لي بانه الاورده الدمويه تاع القضيب هي مسدوده عن طريق الجهاز اللي فحص. فقال لي نعمل لك كل يوم جلستين بجهازين مختلفين، هم تقوي عملية الانتصاب وهم تساعد على إزالة الدهون والتكلسات الموجودة بالشرايين القضيب. فالحمد لله من أول جلسة، ثاني جلسة، ثالث جلسة حسيت أكو اختلاف حلو موجود بالشغلة. صار عندي انتصاب صباحي، صحيح كان 20% ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم انتصاب أكثر. طبعا قبل لا اخلص ال 12 هذا صار عندي انتصاب رهيب بالليل، ما قدرت انام، فقلت خلاص انا تمام هلا، وخلينا من اخلص هذا ارجع لزوجتي ونقيم علاقه. فالحمد لله هسه الان انا تقريبا راح اخلص اخذت 10 جلسات، ظلت جلستين، ولحد الان انا قاعد اشعر بشكل جيد جدا. واليوم بصراحه يعني يوم عن يوم قاعد أشوف وأحس شغلات اختلاف جذري عن قبل. يعني قبل كان ما عندي انتصاب نهائيا، لا صباحي لا نهاري لا مسائي، حتى من تكون مداعبة مع زوجتي ما يكون انتصاب، يكون عندي اشتياق بس انتصاب نهائيا ماكو صفر. فالحمد لله هسه أنا أعتقد الانتصاب مالتي يمكن 100% إذا مو 99%، والحمد لله هسه أعتقد 100% راح تعيد حياتنا الزوجية أنا وزوجتي. وحاسس عمري 20 سنة، مع العلم أنا عمري 53 سنة، والانتصاب مالتي فول. يعني المركز موجود، وأنصح كل شخص اللي عنده سكري، اللي عنده شحوم بالدم، اللي عنده ضغط يجرب وما راح يخسر شيء. لأن أنا كنت يائس، يعني خالب قراري برأسي أسوي عملية وخلص، عملية هيدروليكية مجرد تضغط الخصية يصير انتصاب عندك كامل، ورا ما تخلص من المعاشرة ويا زوجتك تضغط تسوي تحرك القضيب. ومقرر هذا الشيء، يعني ما مقرر أن أتعالج، يعني أنا ما متوقع أصلا أتعالج نهائيا. هسه فرحان، وبالفندق دائما أحكي ويا زوجتي وأضحك ونسولف، والحمد لله والشكر. يعني ما أقدر أحكي بعد أكثر من هذا. فأتمنى من الشباب وأتمنى من الكبار بالسن، ما يعتبر هي فرد مسألة، يعني هاي انتهت الحياة الزوجية. واللي متزوج ويريد يطلق زوجته فما أنصح يطلق، يصبر ويجي لمركز النقطة ويجرب، أحسن ما يطلق زوجته وبعدين يصير يتأزم نفسيا. فالأفضل يجرب، ما خسران شيء، هي الفلوس تروح ترجع، احنا ما راح ناخذ الفلوس من الموت ويانا، وحتى تكون شاب أو شباب. والحمد لله ما عندي أنا سرعة قذف، وإن شاء الله إن شاء الله ترجع حياتي طبيعية، وممكن أخلص طفل همينة إذا الله راد، وهاي كلها بيد الله. وأشكر المركز النقطة، وأشكر المترجم، وأشكر الدكتور اللي عمل العلاجات التصادمية، والله يشفي كل مريض يا رب.